صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة، معكم سوق الجملة للخضر والفواكه. يعني واحد لاحظنا واحد الأمر غريب، السوق خاوي والخضرة غالية بزاف. نشوفو هنا يعني شوف السوق كيصفر، يعني سوق الجملة للخضر والفواكه كان عايش مع صحاب الكرار سوق ريبورتورات. ملي حيدو من السوق والسور السوق غادي كيرجع باللور. هانتوما أمامكم كما كتلاحظو الصورة أمامكم كتوضح كلشي. يعني كما قال واحد الخضار، أنا قال حنا خدامين عايشين مع الكراسية. ملي حيدو من السوق الصغار السوق ديال الجملة والخضر، سوق الجملة ديال الخضر الفواكه غادي كيرجع باللور. كاش هنا يوم احد يكون السوق بحال هكا، يعني شحال هادي كنا كنجيو كنلقاو الصحة من الموطور ما تسطاش دوز ليه. شوفوا الفراغ اللي كاين كبير، يعني كاين واحد الفرق. صباح الخير. شوف معايا كون راه عز الناس عندي. ما تعز الناس عندي قول لي بحال هكا بهاد الكلمة هادي. خويا كبير. سير شادي باش لي دير لي كلهم نعطو العين. الله يرحمه. خلنا خويا عسكر خويا ديالنا حاضرين. الله قال لي بلا ساكن. ها؟ بعد كبير. العزيز ديالي. كنشوفوا السوق خاوي. علاش هو؟ خويا تنقول لك واحد الكلمة، راه كنت ديجا كنت قلت لك هاد الكلمة. من بعد نتكلم نقول السلام عليكم على الخوت المسلمين كلهم المغاربة، نطلبوا من الله عز وجل الله يغيثنا بالماء، هذا راه المشكل كله هادشي كله تيلعبوا الدور ديال الماء، نطلبوا من عند الله عز وجل الله يرحمنا بشي الشتيوى، الوقت راه واقف بالمرة وتشتي كلشي بعينك، بلا ما حاجة نشرح لك ولا نقول لك شي كلمة عادي ما نقول لك، أنت تجيب بيدك برجلك تشوف كلشي بعينك، وأنتم راه مؤتمرين سمينا عليكم جنود خافع، تتسهروا بالليل وبالنهار باش توصلوا للناس اللي شي حوايج اللي شايفين هما ماشيين بالعين ديالهم. هذا من الجانب مشكورين انتم من الجهه الناحيه هذه. شكرا. المشكل ديال السوق اخويا عرف من الحمله اللي كانوا داروا، الحمله ديال السواق وديال الناس ديال العشوائيين اثر واحد التاثير على الفلاحه وعلى حتى التجار هنا. كان واحد تيلعبوا واحد الدور مهم في التجاره، من بعد فاش حيدوهم وكانوا داروا الحمله عرفوا السوق واحد التراجع كثير. هو اللي خلى السوق يكون واحد شويه خاوي، ما كاينش الكراوج اللي مول تتعرف. وحنا مولفين شهر 12 واحد دار تكون واحد الوقت شويه ماشي ما كاينش ديك تقول لك الرواج اللي ب 10 كاين الاستقرار وصافي خدام من هذا ما قلنا ما كاينش الرواج بزاف بحال العام كله. سمعنا لا كان حتى الخضره ما بقاش كتدخل كتحبس. لا تتحبس علاش؟ حيت الناس دابا تدخل السلعه تبقى لها 4 ايام كثير تخسر. هذا هو المشكل دابا، ما كاينش الخروج ما كاينش. الانسان راه كاين السلعه ولكن باش غايجيبها للدار البيضاء ولا خايفين من الدار البيضاء. حيت الدار البيضاء الوحيده اللي فيها الحمله، ما تبقى ما كاينش الحمله. الدار البيضاء الوحيده اللي خايدير العسى. بغا يحيدوا لنا السوق ويحيدوا لنا المطوار ويحيدوا لنا الدجاج، هاد الناس فين غيمشيو اخويا؟ راه الناس ديال الشاريوات راه كاين واحد 3000 ديال البشر ولا 4000، الناس ديال مساكن الحماله، الناس ديال صحاب الخيج، الناس ديال الميكا، هاد الناس فين غيديروا لهم واش غيعيشوا؟ ترى الدار البيضاء راه ما تنهضرش على الرباط وتنهضر على شي مدينه صغيره، تنهضر على 24 مليون ديال الناس، واحد 8 ولا 9 مليون ديال البشر. راه ما ساهلاش. حتى الاثمنة ديال الخضرة الصباح. الاثمنة ديال الخضرة كاينة كورج تتراوح ما بين 6 دراهم حتى ما بين 100 درهم 6 دراهم المليح، اللوبيا كاينة 13 14 درهم 15. الحلوة كاين واحد الكاليتيات كاينة ديال 8 دراهم وكاينة ديال 4 دراهم. والفوق كاينة 220 في النقلة، العادي كاينة 9 دراهم. والبطاطا راه تزادت واحد شوية، تروت دابا 96 مدريد هنا بالجملة. البطاطا. غالية. غالية، البسطة كاينة 6 دراهم الكركبة. الحريف كاينة قبل ما 46 50. ونطلب من الله عز وجل الله يبدل المنزلة وصافي هادشي اللي كاين. الله يحفظك، شكرا بارك الله فيك. شكرا سمع لينا. اشكرك اخويا. الله يحفظك. كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام، يعني
سمعتوا بعض غير الخضره بجمله. العامل ديال الخضره علاش تحبسات عامه؟ الناس كتجيب خضره هنا كتبقى ما كتباعش لها. السبب هادشي حيدو في السواق الصغار اصحاب الكراس اللي كان لينا حضره وشويه هنا في السوق. الله يدي الشتاء ويدي الخير وصافي. المشاهدين الكرام الى هنا ينتهي هذا البث، والى لقاء مباشر اخر هذا الصباح.